continent. One more time, our gold medalist, our champion. Le champion d'Afrique, le récipiendaire. ميموسا وزيرة الرياضة برواندا ستقوم بتسليم الميداليات الذهبية للمنتخب التونسي. قراري ميموسا نادي لا يزالوا يحتفلون وسيحتفلون لأيام قادمة المنتخب التونسي. هذه الفرحة التونسية. أبطال القارة الأفريقية في أفرو باسكت 2021 برواندا المنتخب التونسي. أسامة مرناوي، أشرف قانوني، أشرف قانوني، نمبر 4 أمال أبدا، عمر عبادة اللي كان ضمن التشكيل المثالي لقارة أفريقيا، زياد شنوفي، زياد شنوفي، نمبر 7 مراد المبروك، مراد المبروك. مختار غيازة. بالرمضان صاحب لقب الـ MVP. بوعلاج. مايكل رول اللي نجح في احراز 18 نقطة اليوم وتسعة اسيستس. اللاعب مايكل رول. رضوان سليمان السكة. واحلى نهاية رضوان سليمان باعتزاله بعد الحصول على الذهبية. صالح المجري اللي لا يمكن أحد أن ينكر دوره في قيادة المنتخب التونسي لهذا اللقب. صالح المجري. ديرك بورمان واحد من نجوم هذا العرس الافريقي الحقيقه مدرب المنتخب التونسي اللي امام حضراتكم. هذه ديرك باورمان اللي استطاع بحنكه وهدوء وثقه في قياده المنتخب التونسي لهذا اللقب. هذه بدأوا الاحتفال، هذه بدأوا الاحتفال لاعبي المنتخب التونسي مع ديرك باورمان. والآن عزف النشيد الوطني التونسي.
والآن اللحظة الأهم، حمل كأس البطولة. بن رمضان صاحب لقب الـ MVP وصاحب واحد من التشكيلة المثالية لبطولة أفريقيا وقائد المنتخب التونسي، يتسلم كأس البطولة وينادي على أول وأكبر اللاعبين سنا في منتخب تونس رضوان سليمان اللي أعلن اعتزاله بنهاية هذه البطولة. لقطة رائعة من بن رمضان لرضوان سليمان، وسيكون ختامها مسك لرضوان سليمان. يليه صالح المجري اللي أيضا أعلن خلاص عدم استمراره بعد نهاية هذه البطولة. بن رمضان وصالح المجري اللي قاد المنتخب التونسي لهذا اللقب ورفع كأس البطولة. اللحظة الأهم لنسور قرطاج، والفرحة مستمرة للعرب جميعا بفوز المنتخب التونسي، بفوز نسور قرطاج أولاد تونس الخضراء بهذا اللقب. التقاط الصور التذكارية ولحظة لن تنسى لجيل بأكمله، صالح المجري، رضوان سليمان.